جديدة أفهم ثقافة موسيقى وإعلام على الموجة 101.3 أفهم. آفاق تربوية. فضاء أثيري يتابع مستجدات قطاع التربية ويرصد انشغالات الأسرة التربوية واهتماماتها. آفاق تربوية مع عبد القادر عماري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعي الأفاضل في كل مكان. نحييكم على المباشر من محطة سعيدة الجهوية وفي رحاب هذا العدد الجديد من برنامجكم التربوي آفاق تربوية. إذن للأسبوع الثاني على التوالي، ومن خلال هذا البرنامج نواصل تقديم دروس الدعم لفائدة تلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة، سواء شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا. الموعد الأسبوع الماضي كان مع مادتي الأدب العربي واللغة الإنجليزية، وتلاميذ الطور الثانوي المقبلين على شهادة البكالوريا تابعوا الدروس المقدمة من قبل الأساتذة. اليوم الموعد مع تلاميذ الطور المتوسط والمقبلين على شهادة التعليم المتوسط. سيكون لنا وعلى مدار ساعتين من الزمن شرح لمختلف المواضيع، حلول لتمارين مع رفقة كل من الأستاذ بالمرسلي بكي أستاذ مادة العلوم الفيزيائية بمتوسطة عربي محمد في الساعة الأولى. في الساعة الثانية الموعد سيكون مع مادة الرياضيات مع الأستاذ عباس محمد المهدي من متوسطة قهواجي نظرة. أرحب بكما وأرحب بسيد المفتش بهرام، مرحبا بك أستاذ. طبعا قبل أن نستهل هذا العدد أود أن أحييكم وأحيي الأسرة التربوية بولاية سعيدة وبالجزائر عامة بمناسبة إحياء ذكرى يوم العلم الموافق للسادس عشر أفريل من كل سنة. كل سنة وأنتم تنيرون بعلمكم ضلال الجهل، كل عام وأنتم بألف خير. إذن بداية أرحب به الأستاذ بالمرسلي بكي أستاذ مادة العلوم الفيزيائية بمتوسطة عربي محمد. مرحبا بك أستاذ، شكرا على تلبية هذه الدعوة. إذن وش راح تقدمنا اليوم؟ يعني صراحة يقال أن العلوم الفيزيائية البعض يقول أنها صعبة، البعض يقول أنها سهلة، من جهل؟ ليست بالصعبة على الإطلاق، ليست بالصعبة على الإطلاق. نعم. نتمنى فقط التوفيق للتلاميذ ويركزوا معك في هذا الدرس اللي راح تقدمه. تفضل، الميكروفون أمامك أستاذ، المجال مفتوح لك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بادي هذا البدء أشكر الوصاية وعلى رأسها السيد مدير التربية على هذه المبادرة القيمة متمثلة في حصة آفاق تربوي التي تبثها إذاعة سعيدة، والشكر موصول كذلك إلى كل طاقم إذاعة سعيدة على هذه المبادرة الحسنة ومرافقة أبنائنا التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط والثانوي. وبمناسبة يوم العلم، أقول الحمد لله الذي فضل العلم على الجهل، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأقف وقفة إكبار واحترام لكل من مارس هذه المهنة، لكل زملائي في التعليم ما يبذلون من جهد جبار في هذه المهنة، وأقول لهم شكرا لكم، وجعل الله هذا المجهودات ذخرا ومنارا للعلم. أنا أعود بكم أبنائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى تمارين. سوف أقف على لكل شاردة وواردة، فتابعوا معي أبنائي الأعزاء. إذن التمرين الأول نصه كالآتي: قصد ويتعلق بالمادة وتحولاتها. قصد تأكد الأستاذ من استيعاب تلاميذه لميدان المادة وتحولاتها، قسمهم إلى ثلاثة أفواج وقدم لهم الوسائل المناسبة للقيام بعدة تجارب. الفوج الأول قاموا بسكب كمية من حمض كلور الماء
على قطعة من الحديد فانطلق غاز وتشكل محلول الكلور الحديد الثنائي. إذن هذه أبناء الأعزاء بماذا تذكركم؟ تذكركم بتفاعل حمض مع معدن، حمض مع معدن. الحمض هو حمض كلور الماء والمعدن هو الحديد. إذن السؤال الأول قل لك أكتب الصيغة الشريدية للحمض المستعمل. إذن الصيغة الشريدية أبنائي الأعزاء لديها قواعد سهلة جدا. أولا أضع الأقواس، إذن نكتب الصيغة، الصيغة الشريدية لحمض كلور الماء. كيف تكتب أبنائي الأعزاء؟ إذن أولا أضع قوسين، ويتوسط القوسين إما فاصلة أو زائد. نضع على اليسار الشريدة الموجبة، إذا حمض الماء يتكون من شريدة الهيدروجين H زائد وشريدة الكلور وهي شريدة سالبة، والمحلول هنا متعادل كهربائيا، عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة، فهو متوازن بطبيعته. الآن السؤال الثاني قال لك أكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشريدية. إذن معادلة التفاعل، هكذا نجيب أبنائي الأعزاء، معادلة التفاعل بالصيغة الشريدية. إذن لدينا قطعة من الحديد، الحديد رمز الحديد درسته كاع السنة الثانية متوسط، إذا رمز له Fe. إذا الحديد بما أنه مادة صلبة، إذا لا نكتب فوقها الشحن. إذا الكثير من يخطئ من الأبناء الأعزاء أنه يكتب زائد بدون أن يشعر. إذا Fe بما أنه معدن فهو صلب، إذا لا توجد فوقه شحنة. ونضيف إليه حمض كلور الماء لأنه يقول بالصيغة الشريدية، إذا نضع كما كتبته سالفا H زائد زائد Cl ناقص، ونضع AQ. ما معنى AQ؟ معناها محلول، إذن هذا محلول وهذا صلب، S معناها سوليد صلب. إذن النتيجة ماذا يحصل؟ إذن ينطلق دائما دائما دائما، ضعوا في أذهانكم أبنائي الأعزاء، عندما يكون تفاعل حمض مع معدن ينطلق غاز الهيدروجين، يعني بدون أن أتردد أكتب غاز الهيدروجين في الطرف الثاني. تفاعل أي حمض مع معدن ينطلق غاز الهيدروجين. نكتب هنا يا حالته الفيزيائية جي غاز، والحديد يصبح شاردة. لهذا نضع حمض كلور الماء في الأنابيب الموجودة فيها ترسبات لكي نتخلص من هذه الترسبات. إذن الحديد يصبح شاردة، إذن Fe 2 زائد شريدة الحديد الثنائي. إذن هي ذرة الحديد ماذا حصل لها؟ فقدت إلكترونين، زائد 2 Cl ناقص. إذن 2 زائد 2 في ناقص 1 ناقص 2، إذن متعادل كهربائيا. وحذاري من عدم موازنة الصيغة الشاردية لأي محلول شاردي. إذن نضع هنا أك. إذن ونأتي الآن إلى موازنة الأفراد الكيميائية. إذن لدينا حديد واحد، حديد واحد، بينما هنا لدينا 2 Cl ناقص وهنا لدينا H2. إذن لدينا شريدتي كلور وذرتي هيدروجين متسقين. إذن الكل اثنان، إذن نضع اثنان هنا، إذن 2 H زائد أصبح لنا H2، و 2 Cl ناقص أصبح لنا 2 Cl ناقص، أو أخرج 2 عامل مشترك كما درستم في مادة الرياضيات. إذن نستطيع أن نكتب بهذه الطريقة، أو بما أن هنا 2 موجودة في الشريدة الموجبة والشريدة السالبة، إذن نضع 2 عامل مشترك. التجربة، نموذج التجربة، الفوج الثاني ماذا قاموا؟ ماذا فعلوا؟ رشحوا المحلول الناتج من الفوج الأول ووضعوه في وعاء التحليل الكهربائي. التحليل الكهربائي مصريه من الجرافيت. إذن بما أن المصريه من الجرافيت، هذا يدل على أن التحليل هو تحليل بسيط، وتحليل بسيط. أبنائي الأعزاء، سمي المصريين A و B. إذن التجربة الثانية، التجربة
الثانية للفوج الثاني. إذن لدينا أول سؤال، سمي المصرعين. إذن المصرع أ والمصرع ب. إذن المصرع أ، المصرع أ بماذا مرتبط؟ مرتبط بالقطب السالب. تذكرها مليح أبنائي التلاميذ. إذن المصرع أ مرتبط بالقطب السالب، والمرتبط بالقطب السالب يسمى ماذا؟ يسمى المهبط. المهبط. أما المصرع ب فهو مرتبط بالقطب الموجب فيسمى المصعد. فيسمى ماذا؟ المصعد. إذن تذكروا شيء إيجابي أنك تسعد، إذن مرتبط بالقطب الموجب. شيء سلبي أنك تهبط، إذن مرتبط بالقطب السالب. إذن المهبط مرتبط بالقطب السالب، أما المصعد فهو مرتبط بالقطب الموجب. إذن هذه طريقة لكي تتذكرون وتفرقون بين المصرعين. اثنين، نمذج هذا التحليل الكهربائي بمعادلات نصفية ومعادلات إجمالية. نمذج هذا التحليل الكهربائي بمعادلات نصفية ومعادلات إجمالية. إذن عند المصرع، عند المهبط، عند المصعد، نبدأ أول عند المهبط، عفوا دائما نبدأ عند المهبط. ماذا يحصل؟ إذن هنا موجود محلول كلور الحديد، محلول كلور الحديد يحتوي على شوارد الحديد وشوارد الكلور. إذا عند المهبط ماذا يحصل؟ شوارد الحديد، شوارد الحديد تذهب إلى المهبط. إذا تذكروا جيدا، المهبط مرتبط بالقطب السالب، وشوارد الحديد موجبة. شوارد الحديد مالها؟ موجبة. إذا تكتسب إلكترونين، كل شوارد حديد تكتسب إلكترونين وتتحول إلى ذرة حديد، تحول إلى ذرة حديد أفقى. أما هنا فنضع محلول أكو. إذن شوارد الحديد تكتسب إلكترونين وتتحول إلى ذرة الحديد عند المهبط. عند المصعد، ولكي تفرقون بين المهبط والمصعد كذلك، إذن بما أن شوارد الحديد موجبة، شوارد الحديد موجبة، تذكروا هذا جيدا، تذهب إلى المهبط. لماذا؟ لأن المهبط مرتبط بالقطب السالب، والموجب والسالب يحدث بينهم تجاذب، يحدث بينهم تجاذب. إذن عند المصعد ماذا يحصل؟ إذا لدينا شوارد الكلور، شوارد الكلور، كل شريدة كلور تتجه نحو المصعد لتفقد إلكترونا متحولة إلى غاز كلور، فتتحد كل ذرتين معا، كل ذرة شريدة كلور تفقد إلكترونا وتتحد كل ذرتين كلور مكونة غاز الكلور. إذا ينطلق غاز كلور بجوار المصعد وهو غاز مخضر اللون. إذا شريدة الكلور، إذا بما أن لدينا شريدة هنا لدينا اثنان، إذا لدينا شريدتي كلور، ماذا يحصل لها؟ تفقد إلكترونين. إذا نضع إلكترونين في الجهة اليمنى للمعادلة النصفية الثانية. إذا نمزج التحليل الكهربائي بمعادلة نصفية ومعادلة إجمالية. المعادلة الإجمالية ما هي أبنائي الأعزاء؟ ما هي إلا جمع هاتين المعادلتين. إذا نكتب المعادلة الإجمالية، معادلة إجمالية. إذا نضع شريدة الحديد ثم شريدتي الكلور سالبتين، سالبة وسهم، وفي الجهة اليمنى نضع معدن الحديد الذي يترسب على شكل شعيرات عند المهبط زائد غاز الكلور. هنا إذا ماذا تحصلنا؟ إذا لو نقارن بهذه، تحصلنا على الصيغة الشاردية لحمض كلور الحديد الثنائي، عفوا كلور الحديد الثنائي أك. إذا هذه المعادلة الإجمالية، والمعادلة الإجمالية لا تظهر فيها الإلكترونات لا على اليمين ولا على اليسار لأنها تختزل بكل بساطة. الآن ننتقل إلى الفوج الثالث، الفوج الثالث ماذا فعلوا؟ غمروا قطعة من الزنك في محلول كبريتات النحاس، غمروا قطعة من الزنك في محلول كبريتات النحاس
بوستيف غمى وقطعة من الزنك في محلول كبريتات النحاس. وهذه هذا لماذا يدل؟ هذا يدل على تفاعل التجربة الثالثة، وهو تفاعل معدن مع ملح، إذن كما هو موضح في الرسم، إذن غمر قطعة الزنك، هذه قطعة الزنك مغمورة في محلول كبريتات النحاس CuSO4 ذي اللون الأزرق. إذن في رأيكم لماذا المحلول هذا لونه أزرق؟ إذن اللون الأزرق هو الشريدة المسؤولة عن اللون الأزرق، هي شريدة النحاس، أبنائي الأعزاء. إذن اللون الأزرق هذا بسبب وجود شريدة النحاس. السؤال الأول قل لك أذكر ثلاث ملاحظات تابعها التلاميذ في هذه التجربة. إذن نضع قطعة الزنك في كبريتة النحاس، ماذا يحصل؟ أولا يختفي اللون الأزرق تدريجيا، ثاني ملاحظة تتآكل قطعة الزنك. ثالث ملاحظة هي تشكل راسب لونه أحمر على الجزء المغمور، من قطعة الزنك. السؤال الثاني إذن السؤال الأول فيه ثلاث ملاحظات ألف باء وجيم. السؤال الثاني أكتب بالصيغة الشريدية المعادلة الممنمجة لهذا التفاعل الكيميائي. إذن لدينا محلول كبريتات النحاس صيغته شاردية Cu2 زائد SO42 ناقص، هذا محلول كبريت. وضعنا بداخل الوعاء الموجود فيه محلول كبريت، ماذا وضعنا؟ قطعة من الزنك، بما أنه جسم صلب. الزنك نرمز له Zn، وهو جسم صلب. هنا محلول، إذا نضع أك. إذا لا ننسى الحالات الفيزيائية أبنائي الأعزاء من أجل حصد نقاط أكثر. إذا لا ننسى الحالة الفيزيائية، الكثير منكم ينسى الحالة الفيزيائية ولا ننساها. إذا ماذا يحصل هنا؟ إذا تفاعل ملح مع معدن، ماذا يحصل أبنائي الأعزاء؟ يحدث استبدال، الزنك يتحول إلى شاردة والشاردة تتحول إلى معدن. هذا اللون الأحمر، الملتصق بقطعة الزنك ما هو إلا معدن الزنك. إذن ماذا يحصل؟ إذن تصبح معدن الزنك يصبح شاردة الزنك أبنائي الأعزاء، أما شاردة الكبريتات فتبقى كما هي، لا يطرأ عليها أي تغيير. إذن SO4 ناقص أك زائد ماذا؟ زائد Cu بدون شحنة لأنه أصبح معدن، أصبح ذرة. إذن S صلب. إذن يختفي اللون الأزرق، لماذا اختفى اللون الأزرق؟ لأنه اختفت معه شوارد النحاس، كل شوارد النحاس تبدأ تتحول إلى معدن النحاس، وبالتالي هي المسؤولة عن اللون الأزرق، وعند اختفائها تختفي اللون الأزرق معها. تتآكل قطعة، ما معنى تتآكل قطعة؟ إن معناها تحول ذرات الزنك المكونة لهذه القطعة إلى شوارد الزنك أبنائي الأعزاء. تشكل راسب لونه أحمر على الجزء المغمور من قطعة الزنك، إذن راسب الأحمر ما هو إلا معدن النحاس كما ترون. هذا اللون الأحمر هو معدن النحاس، الآن أستطيع أن أضيف سؤال آخر هنا. لو قال اكتبها بالصيغة الإحصائية، إذن هذه ماذا؟ هذه الصيغة الشريدية أبناء الأعزاء. إذن ماذا نفعل؟ الصيغة الإحصائية ماذا نحصل؟ إذن نقوم بضم شريدتين فقط، لا غير. إذن Cu SO4 إذن في الصيغة الإحصائية،
في الصيغة الإحصائية أقول وأعيد لا توجد شحن، لا توجد شحن ولا وجود للأقواس إطلاقا. أك زائد معدن الزنك، إذن كما هو. كذلك هنا أضم شاردة الزنك مع شاردة الكبريتات، ها، ولا أضع ما لا توجد شحنة فوقهم. أك، إذن الكثير يخطئ ويكتب الصيغة الإحصائية سليمة ولكنه يضع شحنة ناقص 2 أو زائد 2، ما لا أدري من أين يأتي بها، زائد معدن النحاس. هذه الصيغة شاردية وهذه الصيغة إحصائية. إذن أضيفكم سؤال آخر، ممكن يقول يأتي سؤال على صيغة، أكتب الصيغة المختصرة، أكتب الصيغة المختصرة أو أكتب المعادلة بدون الأفراد التي لم تشارك في التفاعل، فماذا أفعل؟ إذن الأمر بسيط جدا جدا جدا. إذن لاحظوا، إذن شوارد النحاس، نكتب شوارد النحاس. لماذا كتبتها شوارد النحاس؟ لأنها تحولت إلى معدن النحاس، إذن فهي شاركت في التفاعل فتبقى في التفاعل. شاردة الكبريتات، لاحظوا في الحالة الابتدائية SO42 ناقص، الحالة النهائية SO42 ناقص، فهي شاردة متفرجة وبالتالي لم تشارك في التفاعل، وبالتالي هي التي يجب أن نحذفها من المعادلة المختصرة. المعادلة المختصرة، إذا نكتب زائد ZN جسم صلب هنا يا محلول AQ، تحصلوا على ZN 2 زائد زائد CuS، إذا هنا محلول أك. إذن في خاصة في هذه المعادلة يقول لك اكتب المعادلة المختصرة، أو يقول لك اكتب المعادلة بين الأفراد التي لا تشارك في التفاعل. فماذا تلاحظ؟ يجب أن تراعي الشاردة التي لم يطرأ عليها أي تغيير هي التي تقوم بحذفها في المعادلة المختصرة بكل بساطة. الآن السؤال الثالث، قال لك كيف يمكن الكشف عن شاردتي محلول كبريتات النحاس؟ إذن كيف نعرف بأن المحلول فعلا يحتوي على شوارد النحاس وشوارد الكبريتات؟ كيف يجب أن نكشف عليهم، يجب أن نكشف عنهم؟ إذن ماذا نفعل؟ إذن السؤال عندما قال لك كيف نكشف عن شاردتي محلول كبريتات النحاس، قال لك شاردتي، إذن لأن محلول كبريتات النحاس يحتوي على شاردة الكبريتات وشاردة النحاس، فماذا كيف تكون الإجابة؟ كيف تكون الإجابة؟ إذن ماذا نفعل؟ نقسم المحلول في أنبوبين، يصبح لدينا أنبوبين يحتويان كلاهما على محلول كبريتات النحاس، فإذا أردنا الكشف ونضيف إذا أردنا الكشف عن شاردة النحاس، ماذا نضيف لها؟ نضيف لها محلول هيدروكسيد الصوديوم، ونضيف للمحلول الأول أو الأنبوب الأول ماذا نضيف له؟ نضيف له محلول هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم صيغته الشاردية Na، ذكرهم لها أبنائي الأعزاء، يحتوي على شاردة موجبة بسيطة ويحتوي على شاردة سالبة مركبة. لماذا قلنا مركبة أبنائي تلاميذ؟ لأنها تحتوي على ذرتين، مركبة من ذرة أكسجين وذرة هيدروجين. فنتحصل على راسب أزرق. ما هو هذا الراسب الأزرق؟ إذن شوارد النحاس الموجودة في الأنبوب تتفاعل مع شوارد الهيدروكسيد وتحصل على هذا المركب الكيميائي CuOH2. إذن الكثير من التلاميذ يكتبه بهذه الطريقة، لا. إذن OH2 تحتوي على هي مجموع هذه الذرتين، إذن نضعها بين قوسين OH2. على OH2، لماذا OH2؟ لأن 2 في ناقص 1
ناقص سنين. إذا لو نكتبه بالصيغة الإحصائية لأنه هو وهو جسم صلب لأننا نقول راسب، لو نكتبه بالصيغة الإحصائية الشريدية عفوا سي 2 زائد زائد 2 او اش ناقص 2 زائد 2 في ناقص 1 ناقص 2 زائد 2 تساوي 0، يجب أن يكون المحلول متعادل كهربائيا. ونضيف للمحلول الثاني ماذا نضيف؟ نضيف كلور الباريوم، لأن الكلور الباريوم هو كاشف الذي يكشف لنا عن شريدات الكبريتات. ده المحلول كلور الباريوم صيغته الشاردية سي اثنين زائد عفوا زائد اثنين سي ال ناقص، هذا محلول كلور الباريوم. فنتحصل ما هي النتيجة؟ فنتحصل على راسب أبيض، راسب أبيض. إذن شريدة الكبريتات موجودة، شريدة الكبريتات تتحد مع شريدة الباريوم، عفوا كلور الباريوم، كلور الباريوم هكذا. إذن شريدة الكبريتات تتفاعل مع شريدة كلور الباريوم وتحصل على كبريتات الباريوم. هذه هي صيغته الإحصائية وهو جسم صلب بأن نقول راسب أبيض، هذا هو الراسب الأبيض. إذن انتهينا من التمرين الأول، نمر إلى التمرين الثاني. أبنائي التلاميذ كما يظهر أمامكم في الشاشة، إذن التمرين الأول من ميدان المادة وتحولتها، أما التمرين الثاني فهو من الظواهر الميكانيكية. إذن التمرين الثاني، إذن أتعمد أنا أن أكتب بقلم واحد لكي تتعودوا أبنائي الأعزاء على الكتابة بلون واحد، لأن في الشهادة تكون بلون واحد ويجب أن تكون كتابتك واضحة ومفهومة، وهذا باستعمال لون واحد فقط. إذا قام الأستاذ بتعليق جسم صلب متجانس في الربيعة، في ربيعة، فأشاط الربيعة إلى القيمة 10 نيوتن حسب الوثيقة 2. إذا الوثيقة 2 هي أمامكم، إذا أشاط الربيعة إلى 10 نيوتن. أذكر مختلف القوى الميكانيكية المؤثرة على الجسم S مع تقديم ترميز مناسب لكل منها. إذن أول سؤال قالك أذكر القوى المؤثرة، إذن الجسم معلق، جسم أبنائي الأعزاء أبنائي التلاميذ معلق، تابعوا معي بارك الله فيكم. إذن هذا الجسم المعلق، إذن يخضع معلق بخيط F، خيط F معناها فيل، و يخضع لقوة جذب الأرض، يخضع لقوة جذب الأرض. إذن أذكر مختلف القوى الميكانيكية المؤثرة على الجسم. إذن الخيط يمسك الكتلة أن تقع، بالتالي إذن فعل أول قوة هي فعل الخيط على الجسم S، ها؟ إذن الجسم S اللي هو عبارة عن كرية. إذن ماذا نفعل؟ ماذا كيف نمثلها؟ مع تقديم ترميز مناسب لكل منها. إذن نكتب F معناها لا فورس، لا فورس، لا ننسى الشعاع. إذن الكثير منكم ينسى السهم، ما يكتبش ما لا يشير إلى السهم. إذن F تأثير الخيط فيل على الجسم S. إذا تأثير الخيط، الخيط يقوم بشد الجسم من سقوط، لولا الخيط لسقط الجسم. إذا الخيط يمسك الجسم ويمنعه من السقوط، بالتالي هذه هي القوة الأولى. القوة الثانية هي فعل جذب، نقول قوة شد الخيط ولا نقول فعل الخيط على الجسم نفس الشيء، نقول فعل قوة شد الخيط. أبنائي الأعزاء هذه إجابة صحيحة، ونقول فلدني فعل الخيط على الجسم فني كذلك إجابة صحيحة، نقول كذلك قوة جذب الأرض للجسم، أو نقول فعل جذب الأرض لأن الفعل عبارة عن قوة، فعل جذب الأرض على الجسم
أس، وفعل جذب الأرض هو عبارة عن ثقل، إذا الجسم هذا خاضع لثقله، والثقل نرمز له بي وفوقه شعاع هكذا. إذا أي جسم معلق في الهواء يخضع لقوتين، إذا كان الحبل نقول فعل قوة شد الحبل للجسم، إذا كان سلك نقول قوة شد السلك للجسم، وفي الأسفل دائما قوة جذب الأرض للجسم، دائما قوة جذب الأرض للجسم. نعم أستاذ، معذرة نتركك تريح شوية يعني، تأخذ فرصة لدقيقتين ترتاح شوية، ومن بعد ذلك راح نرجع لمواصلة أو إكمال حل التمرين الثاني والأخير في هذه المادة، مادة الفيزياء. طيب عندك يعني عندك تمرينين فقط، بقي وضعية. الوضعية أيضا. طيب معلش ارتاح شوية بعدين نرجع لك. نعم ابقوا معنا مشاهدينا ومستمعينا، مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة إذاعة سعيدة وصفحة مديرية التربية، ومستمعي إذاعة سعيدة عبر الموجة 94.5 FM. إذا نحييكم مستمعي الأفاضل، ونتواصل دائما معكم في رحاب برنامج آفاق تربوية. طبعا نحيل المجال الآن للأستاذ بالمرسلي بكي لمواصلة ما تقدم به خلال هذه الساعة، شرح لمادة الفيزياء للمقبلين على شهادة التعليم المتوسط. تفضل أستاذ، ليك الخط. إذا قلنا قوتين مؤثرتين على الجملة الميكانيكية S، أو نقول الجسم S هي قوة شد الخيط لجسم S وقوة جذب الأرض لجسم S، ونرمز لقوة شد الخيط ب F F S و P. السؤال الثاني، ما هي الشروط التي يجب أن توفر عليها هذه القوة حتى نعتبر الجسم S متوازنا؟ إذا الجسم معلق في خيط وموصول بربيعة، ما هي الشروط التي يجب أن توفر عليها هذه القوة؟ إذا السؤال الثاني يقول لك ما هي الشروط بصيغة الجمع، أو يقول لك ما هما الشرطان التي يجب أن توفر عليهم هذه القوة، أو يقول لك ما هو الشرط، وكلاهما يؤدي إلى نتيجة واحدة. أبنائي الأعزاء، إذن الشرطان هما القوتان، أول شرط، هناك شرطان، القوتان F قوة شد الخيط جسم S والثقل، كيف هما متساويتان ومتعاكستان. هذا الشرط الأول، حصوه مليح، تذكروه مليح أبنائي الأعزاء. أو نستطيع أن نلخص هذه العبارة بعبارة رياضية، نكتب F اللي هي قوة شد الخيط للجسم S زائد الثقل تساوي صفر شعاع. يعني أنت حر إما تكتب هذه العبارة أو تكتب هذه المعادلة الرياضية. اثنين، القوتان لهما نفس الحامل، يعني موضوعنا على حامل واحد، نفس الحامل، القوتان لهما نفس الحامل.
إذا تذكروا جيدا أبنائي الأعزاء أن الشرط توازن الجسم هو القوتان متساويتان ومتعاكسان، هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني فالقوتان لهما نفس الحامل. دعم إجابتك بتمثيل القوى السابقة مستعينا بسلم الرسم 1 سنتيمتر لكل 4 نيوتن. إذا نعلم بأن 1 سنتيمتر قابله 4 نيوتن، ولكننا القوة كم لدينا؟ 10 نيوتن. لدينا القوة 10 نيوتن، إذا 10 نيوتن كم يقابلها؟ قابلها إكس. إذا إكس تساوي 10، 10 في 1 تقسيم 4 وتساوي 5 على 2 وتساوي 1.5. 1.5 إذا 5 على 2 إذا 1.5. إذا نأتي إلى التمثيل. إذا الثقل هناك خصائص لتمثيل أي قوة، هناك خصائص لتمثيل أي قوة. أول هذه الخصائص، أولا المبدأ، إذا الثقل مبدأه من مركز الجسم. إذا مركز الجسم في هذه النقطة، إذا نبدأ من مركز الجسم ونضع سنتيم اثنان، ها اثنان ونصف، إذا ونرسم هكذا الشعاع، ها ولا ننسى أن نضع رأس السهم هكذا، رأس السهم هكذا. إذا من بداية الشعاع إلى رأس السهم يجب أن تكون عندنا 2.5 سنتيمتر، ونضع بي. و إذا القوة هذه لديها بداية اللي هي مركز ثقل الجسم، لديها جهة جهته نحو الأسفل وشاقولية، وطاولتها 2.5 سنتيمتر. نأتي إلى قوة شد الخيط. قوة شد الخيط يعني أين يؤثر الخيط؟ يؤثر الخيط في هذا المكان. إذا نرسم كذلك، بما أننا قلنا القوتين، قلنا القوتين متساويتين، إذا نرسم سنتيم 2.5. إذا هكذا نضع، عندما ينتهي الخط نضع رأس السهم ونكتب F قوة شد الخيط F لأس. السؤال الثالث، السؤال الثالث أبنائي الأعزاء. إذن القوتان لهما نفس الحامل، لو قمنا بتوصيل خط مستقيم نجد هذا الحامل شاقولي، ويشملهم، يشمل قوة شد الخيط وقوة جذب الأرض اللي هي الثقل. السؤال الثالث قال لك أحسب كتلة الجسم S بالجرام باعتبار أن الجاذبية الأرضية في مكان التجربة جي تساوي 12 نيوتن. إذن حساب كتلة الجسم S، أو نقول الجملة الميكانيكية S بالجرام، باعتبار أن الجاذبية الأرضية في مكان التجربة تساوي 12 نيوتن على الكيلوغرام. إذن لدينا الثقل ماذا يساوي؟ ثقل. إذن يجب أن نكتب القوانين، لا نكتب قوانين على ورق محاولات ونكتبها في ورقة إجابة. يجب أن تكتب القوانين لأن لديها لكل قانون لديه علامة مناسبة. إذن الثقل يساوي كتلة في الجاذبية، وبالتالي نريد أن نحسب الكتلة. ماذا الكتلة ماذا تساوي؟ الكتلة ماذا تساوي؟ تساوي الثقل تقسيم الجاذبية. وماذا تساوي؟ إذن الثقل كم هو؟ الثقل، إذن قام الأستاذ بتعليق جسم صلب متجانس في رابعة عشرة رابعة لا قيمة عشرة، إذن عشرة نيوتن هي ثقل الجسم، هي ثقل الجسم. إذن نكتب 10 تقسيم 12، ها وعشرة تقسيم 12 وهي، ونجد الكتلة في الحالة بالجرام. 10 تقسيم 12 نستطيع أن نختزلها 5 تقسيم 6 أم تساوي الآن في الحالة، اسمها معي، إذا تحصل على 0.83
كيلوغرام كيلوغرام، لأن الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية بالكيلوغرام. الآن نقوم بتحويلها إلى الجرام، لأن المطلوب منا تحويلها إلى الكيلوغرام. إذا ماذا نفعل؟ من الوحدة، إذا من أم من، الآن نريد أن نبحث عنها بالجرام، من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى ماذا نفعل؟ نضرب في ألف، إذا 0.38 عندما نضرب في ألف ماذا تحصل؟ تحصل على 830 جرام. إذا من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى نضرب في ألف، والعكس من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى نقسم على ألف، إذا 0.83 عندما نضربها في ألف تحصل على 830 جرام. أتمنى أنكم قد استفدتم أبنائي الأعزاء، وإلى موضوع آخر ممتع وشيق، ونظرا لضيق الوقت لا نستطيع أن أكمل معكم الوضعية الإدماجية، وسلام عليكم وإلى موضوع آخر. إلى ذلك أستاذ بالمرسلي بكي، أستاذ مادة العلوم الفيزيائية بمتوسط عربي محمد، على كل هذه التوضيحات. طبعا كان بودنا أنك تواصل في الشرح لأنه فيه وضعية أيضا إدماجية، لكن تعرف جيدا مربوطين بالوقت دائما. فقط نصيحة توجهها لأبنائك تلاميذ، يعني قبيل الامتحان وليلة الامتحان وفي الامتحان فيه ضغط فيه قلق دائما يعاني منه التلميذ، النصيحة التي توجهها له؟ هذه مشكلة فعلا، يعني هذه مشكلة فعلا، ولكن وخاصة يعاني منها التلاميذ النجباء. إذا سأقول لك ابني العزيز، عندما تكون في قاعة الامتحان، قاعة الامتحان يوم الامتحان إن شاء الله، إذا لا تنظر إلى الموضوع مباشرة، وإنما أقلبه وأقرأ اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأرتاح نفسيا حتى يذهب عنك كل الضغط، ولا تبالي بمن حولك، لا تبالي بمن حولك. عندما يذهب عليك الضغط قل بسم الله ثم أقلب الورقة وأبدأ بالموضوع السهل، ولا تنسى ابني العزيز أن تكتب على ورقة المحاولات، لأنها مهمة جدا جدا جدا، لا تكتب مباشرة على الورقة، وابدأ بالتمرين السهل وهذا شيء يسير. وأقول لك وفقك الله أبني العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ، شكرا، بارك الله فيك، وربي يجعلها في ميزان حسناتك كل ما قدمته اليوم من شروحات لأبنائك التلاميذ. نتمنى أن تعم الاستفادة. طبعا نذكر أنه كل ما قدمه الأستاذ بالمرسلي سيكون في صفحة الإذاعة عبر الفيسبوك ومديريات التربية. بإمكان التلاميذ العودة إلى هذا الفيديو أي وقت شاء للمراجعة وللاستفادة من ما قدمه الأستاذ. الساعة الثانية ستكون مع مادة الرياضيات دائما في الطور المتوسط، ابقوا معنا.